يقول أحد السلف وهو ينظر إلى الشمس ويخاطبها: أيها الشمس، لقد أطلت المكوث، لقد أطلت البقاء، لقد طال يومك، اذهبي، غادري. لماذا؟ يريد الظلام أن يأتي حتى يصف قدميه بين يدي رب العالمين فيعيش لذة لا نعلمها، يعيش لذة لا نشعر بها، يعيش لذة لا نعيشها ربما إلا قليلا. تذكر أولو الألباب. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من أحب أن يهون الله عليه الوقوف يوم القيامة فليره الله في ظلمة الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه.